اليوم كي دايرين غزاله الفنات؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد غزاله ديالي بمناسبه رمضان. جيت اليوم ندير لكم هذا الفيديو هذا. الله يدخلوا لينا بالصحيحه والسلامه ويخلينا ديما بصحتنا، ديما مرضيين مهديين. الله يرضي علينا ويرضي عليكم كاملين. رمضان مبارك كريم ان شاء الله، راه داخل على الابواب. مهم البنات اللي جيت بغيت نعطيكم نصائح ونوريكم شي العيبات هنايا. الغزالات ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم، رمضان راه داخل دابا ان شاء الله. راكم عارفين رمضان راه ماشي غير ديال الماكله، غير ديال ميمي، وجدوا الشهيوات ها البريوات ها السفوف ها ها الملوي ها القلعي ها الشرقي خلاتها ماما وعبيت الشرقي. راه ماشي غير ديال ميمي، ماشي ديال الكرش، لا ديال العباده، ديال الصلاه. بنادم يدعي يصلي، يعلم الوليدات وبالاخص الناس اللي في الغربه، يعلموا وليداتهم الصلاه، يعرفوهم برمضان مزيان. غادي نعطيكم البنات بزاف ديال الافكار ديال رمضان وكيفاش غتمشي. غير دابا البنات كيفاش غنقول لكم دابا المشكل ديال كورونا، غنخرج لكم شويه على الموضوع. المشكل دابا البنات ديال كورونا ومضمون ديالها بزاف د الحوايج رمضان وما غيوصلونيش في الوقت، هذه هي المشكله وهذه هي الكارثه العظمى. ويلا بداو عاد كيحلوا عندنا الحوايج، وعاد باغا عاد باغا نصوبي راسي كما خلى هذاك، عاد باغا ناخذ ديباني على راسي وندبر على راسي باش نصايب ليكم ونفيكم ونفيدكم كيف ما حتى انا كنستافد من اليوتيوبر. راه انا كنقي ندور في اليوتيوب كنشوف اش كاين، واش كاينه شي حاجه جديده، واش كاينه، فهمتوا الغزالات ديالي. مهم كيف ما كنقول لكم الغزالات ديالي، رمضان راه ديال العبادات، علموا وليداتكم. رحنا في الغربه، الا ما علمتوهمش على الدين، الا ما علمتوهمش على رمضان شنو كيكون فيه، كيفاش داير، تعلموهم الصلاه، تعلموهم كيف يتوضاو، تعلموهم انهم يجلسوا يقراو حتى شويه القران. وبالنسبه للعيالات راه ماشي العيالات بقاو غير تجريو في الشيوات، راه الشيوات كاملين كنديروهم. ولكن نعطيكم واحد الطريقه، بزاف اللي غادي يتفق معايا وقدر قليل اللي غايقول لي لا. وكاين بزاف الناس الثانيين اللي الله يكون لهم في العون، عندهم وليداتهم عندهم هذا ما يقدوش. انا الطريقه ديالي البنات اللي كندير انا هي باش كنصايب داكشي ديال الفريغو، لان تبارك الله ثلاثه ديال البنات، كاع البنت الكبيره راها كبيره، والوليدات عندي هادو الجوج راه شي على شي، يعني راسي كيدوخ شكيت عليهم ما نقدر ندير معاهم حتى حاجه. شنو كندير البنات؟ انا كنصايب داكشي وكنديرو في الكونجيلاتور. بالنسبه علاش كندير هكا، كندير هكا باش رمضان كنتفرغوا للصلاه والقيام الليل، وكنقراو شويه القران، وكنحاولوا اننا نختموه قبل ما يخرج رمضان. هذاك الشيء علاش انا هذا الشيء هذا كنديرو قبل، وباقا متاخره فيه واحد شويه، كنقول خليه يدخل على الاقل، خليه يدخل بعدا غير ديك واحد في ربعه ان شاء الله. وغادي نبدا معكم، لان البنات علاش، لان عاود الحاجه غنخليوها مكونجيليه من دابا وحنا نكونجيليو، يعني حتى يعني رمضان راه جات غيجي نهار 13 ان شاء الله الرحمن الرحيم في شهر 4. ايوا ها هو غير من دابا ل 13 تبارك الله، راه تقريبا شهر. ناين ماما داك غير تبصيل، فهمتوا الغزاله ديالي؟ داكشي علاش انا باغا نبدا يعني نصايب داكشي ديالي، نصايبو ديال شهر، يعني ما نبقاش انا من دابا كنصايب وكنكونجيلي وكنحشد ديك الثلاجه ورمضان باقي ليه الخير والبركه، عاد باش غادي يدخل الغزالات ديالي. لهذا ننصحكم ان ما تبداوش من دابا في الكونجيلاتور، من دابا وانت تحشي في ديك الكونجيلاتور، وما تجي ما تجي توصلي بهم الاخر ديال رمضان حتى تلقاي الحاجه، يعني راه حتى حاجه الفريغو راه ملي كتبقى بزاف في الفريغو راه كتطلق الريحه. المهم الغزالات ديالي جيت نوريكم شي لعيبات، واخا ديجا كنت وريتهم لكم الصراحه، ولكن غادي نفيدكم بهم. دابا راه اكسيون تبارك الله حلات البنات، خذوا هادو البنات من اكسيون، هادو راه زوينين هاد البنات. الله يهديك بنتي، اوه يا اختي اللي عنده الدراري ما يقلش هاني، عرفتي ولا؟ راسي البنات دايخ دايخ فيا واحد الدوخه، راسي مرون خصني نمشي للطبيب، راسي مرون ما عرفوش بالستريس ديال بناتي، ما نعرف البنات واش ما عرفتش واش نفسيتي عاود بدات كتمرض. انا راه ملي كتمرض لان النفسيه ديالي راسي كيبقاو يدور في الخوا، يعني كيبقاو يدوروا في الخوا، ما شكيت عليكم الشكوى. الله المهم نرجع الموضوع. هادو البنات انا ننصحكم بهم، هادو زوينين زوينين زوينين، ما كيلصقو ما حتى حاجه. انا كنت شريت جوج باكيات، خذوهم من اكسيون زوينين، غينفعوكم في رمضان، غينفعوكم البنات في رمضان. ها هما ذا تصايب انت الله يهديك، كل باكيه فيها اربعه، ها انتم هادو، ها هما غزالين فيهم 10 سنتيمات،
مهم هادو البنات. ونصحكم بحاجه اخرى، بهادو هادو خذوهم البنات، هادو ان شاء الله في رمضان ان شاء الله. انا راه كلشي كنوجدو، ولكن بحال دوك لي شوسون شي مرات كنبغي ندير لي شوسون، شي مرات كتبان ليا ديك كيكه مالحه كنبغي نديرها. هادو البنات ايوا بغيتي ديري كيكه حلوه، كيكه حلوه اولا بسكوت حلو اولا مادلينا حلوه واخا غندير فيها ان شاء الله ان شاء الله غنتقاسمها معكم في رمضان. غندير لكم بها كيكه مالحه بالخضره، كتجي غزاله بالخضره والزيتون، كتجي واعره وكتجي طالعه هكا بحال الكيكه، ما تقوليش عليها كاع ديال الخضره ومالحه. هذا البنات تا واخديتو من اكسيون، راكم ديجا وريتو لكم. انا دابا كنعاود نفكركم، ما حد قلت اكسيون، دابا راه حلات البنات. هادو ضروري خدهم، هادو منين تلقاهم خدهم. راه عرفتو المغربيات اولا المهم الاوروبيات ولا العربيات كاملين ديالنا راه ما كتبقاش، راه هادو انا كنت لقيت منهم غير هذا الشيء، كنت لقيت هادو ولقيت هادو هزيتهم. والبنات بغيت نوريكم البنات، هذه كنت خديتها من المغرب، هذه البنات ديال التمر زوينه، ننصحكم بها الغزالات ديالي، يمكن راه كاينه تاع بزاف هذاك اللون نورمال. هذا البنات اللي كديري بها حلوه ديال التمر لكم البنات، هذه كتبقاي تضربي في يدك عاد باش كتخرج. هذه الصراحه زوينه وفيها حتى هنايا حتى هنايا طابع، يعني الا بغيتي ديريها مخوره وتعفطي عليها. ولكن البنات ننصحكم ديال السيليكون حسن، السيليكون كتدفعيها من هنا كتخرج من هنا. هذه لا، هذه خصك تبقاي تضربي في يدك حتى يدك يعوج، ولكن زوينه البنات غزاله ننصحكم بها. ها هي بغاتها بنتي قالت لك بغيت نلعب بها. المهم هاد البنات هاد القطعه عاوتاني ديال الحلوه كانت عطاتها ليا عقولتي فاش كانت جات عندي، هاد القطعه هاد الحلوه ديال الحرشه البنات ما ديوش عليا، راه فيها واحد الدوخه عجيبه غريبه البنات. ها هاد البنات ديال الحرشه راكم عارفينها، هذه ديال الحرشه وكتبركي عليها بحال هكا، حتى هي زوينه البنات تنفع في رمضان هكا. حريشه مالحين بالزيتون بالجبان بالاتون بزاف، غندير لكم بزاف البنات ديال اللعيبات كل مره نتقاسم معكم، حيت هذا الشيء ديال لي شوسون وديال الحريشات وداك الشيء انا ملي كنتشهاهم انا كنديرهم في نهارهم، ولكن بحال عندكم سيطيلات بريوات سيكار، عندكم بحال البنات بيتزا ميني بيتزا هذا البطبوط داك الصغير، هادو كاملين البنات انا كنديرهم ملاوي رغيفات عاملين، هادو كلهم كنديرهم في الكونجيلاتور. المهم الغزالات ديالي وهادو هادو راه غادي نصايبهم معكم هنايا. الغزالات ديالي انا خديت على هذا الشكل، هذا اللي فيه هنايا هكا، هما راه كاينين بزاف الشكيلات، وهذا الفوق ديالو وهذا باش كيتصايب. دابا بحال هذا البنات هذا غنصايبو هنايا كتوقف بحال هكا، كيجيو غزالين البنات هكذا، كيجيو هكذا فنين هميين هكا، شتو كيجيو غزالين البنات. انا خديت في هذا اللويين هذا وعيات فيا ماما هزي والله الا ندمت، كنت زدت راه واحد بعدا يكونوا عندي ثلاثه، كنت كنفكر خديت هذا في هذا اللويين هذا، انا غادي نحلو قدامكم هذا حليته. واش خديت جوج كيف كيف ولا انا البنات دايخه؟ راه ما ديروش عليا، راه راسي كيضرب في الخوان خديتهم جوج كيف كيف عرفتي البنات والله الا هرب بيا الناقع. المهم خديت جوج، هانتوما جوج ها هما، حيت فيهم بزاف ديال الشكيلات حسابين خديت شكل هكا وشكل هكا. الساعة انا رانا دايخه. المهم الغزالات وهاد العود هذا ها هو هذا، ما بقيتش عاقله البنات على سميتو، هذا كيبخروا به واحد الرائحه جميله للبخور ومزيان للدار. مثلا البنات كيف ما قلت لكم عاد غادي نهبط عاد غادي نشري عند من جهه شارع العرب، حيت هذوك كاين شي حوان تما اللي حلو، مازال غادي نشري الفاخر، مازال غنشري بزاف ديال التحضيرات ان شاء الله غنقسمهم معكم الغزالات ديالي غير كيف ما قلت لكم، حيت حنا الحوان راه كيحلوا غير شويه بشويه. عاد جاتني الخبر بان راه حل على ما اظن، غادي ناخذ البنات من تما نبدو غناخذ شحال من حاجه وكلشي اللي خديت غنتقاسمه مع خواتاتي. هادشي البنات اللي بغيت نقول لكم وبغيت نوريكم، هذه ان شاء الله راه انا غادي هذه البنات انا غادي نصايبها معكم، هذه اللي كنت وريتكم انا غادي نصايبها معكم دابا باش تشوفوا كيكه تجي وكيكه تركب غزاله. المهم خليكم معايا. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، كل
كتجي غزاله هميه ديال الهمه والشان. هانتوما يا صحابي المغرب، احنا جبنا منتوجاتكم وجينا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش ندوزو رمضان. المهم الغزاله ديالي هذه هي هكا كيف ما كتشوفوا، زوينه وعمليه. الا ما بغيتيش، كاين بزاف اللي ما كيبغيش يحضر قوه الطباصل قوه سميتو، كتقولي اللهم نحط هذه هنا، ديري التمر هنا، ديري السفوف هنا، ديري الشباكيه، وهنا ديري يا اما بريوات يا اما داك السانطير يا اما اي حاجه. مهمه الغسالات، وهذا الشيء كيبقى هكا، كيبقى هنا وكيبقى مسدود، كيبقى مسدود واخا داك الشيشه كيبقى مسدود، ما غيضيع ما غيخمج ما حتى حاجه، ما غيجي عليه ناموس، ما غيجي عليه دبان. المهم داك الشيء كيف ما كديريه هنا كيبقى، وكيف ما كيبقى ليك حتى انت يعني ما كتعبيش يعني فرسين الماعن. واخا كاين دابا داك هذا لوابخيه فين كتحشيو الماعن تغسلوهم، واخا كتكون راه غير داك الهزان ديال الماعن، هزي وحطي هزي وحطي، وبنادم دايخ حشتو حنايا المغاربه كناكلو حتى كندوخو كنتلفو ما كنعرفو منين ندوزو، كتبان غير مخده. اللهم نصحكم بهاد العيبات هادو، واخا ما تكونش هنا. المهم دوك الطبيصلات اللي كيكونوا بالغطاوي ديالهم كديري كتحطي وكتخلي، وزوينه حتى في الهزه ساهله، تحطيها هنا تحطيها لهي زوينه. اولا الا جاو عندكم ضياف ديري فيها مملحات، ديري فيها الفقاص دوك الفقيقسات دوك الصغيرون المالحين وحلوين، عطا الله ما يدار الغسالات. وقلت علاش لا نتقاسم حتى انا معاكم، وحتى انا نوريكم حتى انا هذا الشيء اللي غادي ان شاء الله غنبدا به رمضان على ما فتح ما فتحوا لينا ان شاء الله، فتحوا لينا ان شاء الله الحوانت، حيت باقا خاصني الصراحه شحال من حاجه. راه غير الطبيصلات، الطبيصلات اللي كنحط فيهم راه شي تهرس شي تفلح شي، خاصني شي طبيصلات هكا اللي غنحط فيهم، لان هذوك البيضين ما قادينيش. ايوا هذا الشيء اللي كاينين الغزالات ديالي، وهنا وريتكم عطيتكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم، عطيتكم شويه ديال النصائح مزال غنعطيكم ونعطيكم. وكيف ما كنقول لكم ديما، راه رمضان ماشي غير ديال الكرش، رمضان ديال العباده والصلاه، الصلاه ثم الصلاه، صليوا البنات وعبدوا الله، وريو وليداتكم كيتوضاو كيصليو. ايوا هذا الشيء اللي كاين الغزالات ديالي، ماشي غير ديال طيبي ونصحكم، ماشي من دابا تبقاو طيبوا تكونجيليو، راه فينكم في رمضان، راه ما يجيو صل خد رمضان، راه الحاجه كتكون شمات الريحه ديال الفريكو بزاف يعني كضيع. هذه هي النصيحه ديالي يعني اللي غتديو من عندي. وإلا كتسولوا علاش راه مازال ما بداتش، مالها ما بداتش، ها علاش ما بديتش، باقي الحال باقي الحال. انا عندي 3 ايام 4 ايام غنكون ساليت، فضيت كل نهار كندير حاجه ولا جوج حوايج وكنهني راسي. ايوا هادشي اللي كاين الغزالات ديالنا، الله يعطينا غير الصحه والسلامه وطولة العمر، هذا هو المهم، السلامه والصحيحه وطولة العمر، بنادم يكون هاني مريح في بالو، هذيك هي كل شيء. اما ما تبقى راه لا شيء، لا مال ولا الدنيا هذه اللي رحنا فيها، ولا كل شيء كيمشي، كيبقى غير الصح والعمل، وكيبقى كما خلى هذاك العمل الطيب والعمل الصالح، وكتبقى بنادم شنو دار شنو دار وشنو عطى وعلاش خدم في هذه الدنيا. هذا الشيء هو اللي كاين، والله هذه ما خلق وهذا ما كان. ونتمنى لكم ان شاء الله الغزالات ديالي انكم تدعموني. ايه جيتكم هذا النهار غير بفيديو خفيف خفيف ظريف، نتمنى انكم تدعموني وتابوناو عندي وتبارطاجيو الفيديوهات وديروا لي لايكات، واللي بغى يدير ديسلايك ما عنديش مشكل، مرحبا حتى هو نافعني. المهم الغزالات ديالي، وما تنساوش الكومونتيرات ديالكم الزوينين اللي زعما الصراحه بها باش كيطلع لي المورال، وكندير لكم كل نهار فيديو جديد. المهم البنات، هذا الفيديو اللي درتو لكم راه غير خفيف ظريف كيف ما قلت لكم، شويه ديال النصائح، وان شاء الله غندخلوا في المجهد وغندخلوا في داك الشيء العامر وفي داك الشيء هذا. غير تصبروا عليا البنات شويه، راكم عارفين مع كورونا القضيه حامضه، القضيه مزعلكه، كتبغي غير حاجه تشريها وتقاسميها مع هذا وتشري تصايبي، ما كاينش منين، وكلشي يعني بالمواعيد وكلشي بهذا. وان شاء الله الرحمن الرحيم ما يكون غير خير والاحسان، وما يكون غير خير، ونخليكم الغزالات ديالي حتى الفيديو جديد. ونتمنى انكم تدعموني البنات، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم الزوينه او لا ديسلايك، او ما تنساوش ليا تفعلوا ديك الجرس، ديك الجرس ديال يلا، خليكم الغزالات ديالي حتى الفيديو جديد ان شاء الله،
مرحبا بكم.